هاوش واش عندك اليوم تفضلي؟ اليوم قصة من الواقع دائما في ال... أنا نقول لا تسرج حتى تنجم تلجم وعقد عقدة صحيحة وما تتكلم حتى تخمم ولا تطيح في فضيحة. عائلة زوج خاوة تزوجوا وساكني العرايس في دار واحدة، وإنما كل واحدة طيب وحدها. صحيح تلاقاو في دار واحدة، الدار الكبيرة تاع العائلة تاع الشيخ والعجوزة. عروسة واحدة تولد غير البنات، والعروسة الأخرى تجيب غير الأولاد. نهار كامل العروسة يمات البنات تسمع الكلام المسموم. علاه؟ على خاطرش يقولوا بلي الولد هو اللي يشد الاسم، الولد هو اللي يخدم على باباه ويماه كي يكبر، الولد هو اللي يرفد العائله. الوغ كو البنات ما جابتهمش معاها. بدات تحس هذه كلمات البنات بواحد اللي يقتم الخاطر وتغيضها عميرتها. صابره بصح كي تلاقاو في المراح يمات الولاد تهضر مع ولادها وتقول له زينوا منه العوات غاروا منه. نهار كامل وهي تقول زينوا منه العوات غاروا منه باش تحمص العروسه مرتلوسها اللي جابت غير البنات. الزمان يا زمان ام البنات قرات بناتها بالطبع والشان، واللي عنده البنات ويربيهم بالطبع والشان ويخرجوا صالحات راهم ضمنوا الجنه ديالهم. قرات بناتها وداو البنات يتزوجوا، وحده طبيبه، وحده مهندسه، وحده معلمه، وحده محاميه، يتزوجوا. واش كسبت يمات البنات؟ بناتها قعدوا ليها طفله حنينه، زادوا جابوا لها الاولاد النساب. هادوك النساب اللي بعت للعمرة واللي بعت للحج واللي يفشش فيها كامل صالحين. هادوك النساب نروحوا اللي كانت تعايب وتقول زينوا منه والعوات غاروا منه باش تغزل مرتلوسها، ولدت الأولاد وبدات تخطب لوليداتها وجابت العرايس. وحدة جابت لها القنطة، الأخرى جابت لها لاتونسيون، وحدة جابت لها السكر. ونهار كامل وهي تعطي في حق ربي حتى ولات تتشهى في مات البنات. إذن اللي عنده البنات أو ربي يرحمه، واللي عنده الأولاد أيضا رحمة من عند الله، لأن كاين ناس ما عندهمش الدرية، والدرية الصالحة تجي إما في الأولاد ولا في البنات. شكرا لك عواوش على العبرة ولا الحكاية. هذه عبرة وحكاية. نعم. شكرا لك. إذا